كابتن عفروتو واحد من المواهب العظيمة اللي جت كرة القدم المصرية. كل جماهير الأهلي وجماهير الكرة المصرية توقعوا له مستقبل كبير جدا، والحقيقة أنه هو لسه في ذاكرة كل واحد من جمهور النادي الأهلي. يعني بطولات كتير، 2 دوري وكاس سوبر، وكمان شارك طبعا مع الجيل الذهبي في النادي الأهلي، وليه ذكريات كتير ومواقف كمان طريفة كتير قوي، يعني بيمتاز بخفة الدم جدا. وطبعا محدش ينسى مشاركته في كاس العالم للشباب 2009. كلام كتير قوي مع كابتن عفروتو في برنامج السادسة. برحب بيك يا كابتن منور. انا برحب بيك يا سارة، والف مبروك على البرنامج بتاعك انت واستاذ احمد، ودايما في تألق كده. الله يبارك فيك، وطبعا مبسوطين انك منورنا في بيتك قبل اي حاجة. ربنا يخليك يا رب. وجمهور الاهلي كله دلوقتي بس في الاول عايز يطمن عليك، فين دلوقتي كابتن عفروتو؟ انا موجود، انا دلوقتي حاليا فري وعندي اكتر من عرض، بس في مصر هنا درجة تانية، وعندي في الدوري الممتاز، بس كان يعني لحد دلوقتي كله كلام مش حاجة اكيدة يعني. فربنا ييسر الامور يعني الفترة الجاية دي ان شاء الله باذن الله. بتتمنى تكون ايه مثلا الخطوة الجاية؟ انت تمنياتك ليك انت؟ اتمنى ان انا ان شاء الله اكمل مسيرتي باذن الله، واسيب بصمة كويسة على المستوى الكروي، وبعد الكوره بقى اشوف هتجه للتدريب ولا للاعلام، فمش عارف لسه. تعالى تبقى زميلنا طبعا في الاعلام. ده يشرفني. شرف كبير لينا. خليني يا كابتن اروح معاك لمسيرتك مع الاهلي الاول، ونبدا كده من اول ما رحت النادي الاهلي. ايه وقتها كان احساسك ايه كده وانت بتلعب في النادي الاهلي، وانت قلت انه كان حلم ليك طبعا؟ طبعا. بصي يا ساره، انا افتكر كنت انا وابويا لما رحنا مضينا في النادي الاهلي كان 96 97. انا كنت صغير، فابويا اللي كان بيحكي لي يعني. فلما مضيت في النادي الاهلي واحنا خارجين من البوابه احنا توهنا. ابويا قال لي انا من الفرحه بتاعتي بقالي قعدنا ساعه تايهين جوه النادي الاهلي في مدينه نصر. فكان حلم كبير جدا وقتها. انا كنت صغير يعني، فلو كنت كبير كان هيبقى عندي رهبه كبيره جدا طبعا. اي حد يتمنى اللي هو يمشي جنب السور بتاع النادي يعني. لسه كنت بتقولي يا كابتن انه قد ايه اي حد يفكر يسيب النادي الاهلي يبقى غلطان، وان انت دلوقتي اكتر فتره بتفتخر بيها وبتبقى مبسوط بيها هي فتره وجودك في النادي الاهلي. بص يا ساره، يعني ممكن هتكلم انا بشكل شخصي عن نفسي. انا الحمد لله وليا الشرف ان انا اسمي مرتبط باسم النادي الاهلي. الحمد لله، لولا اسم النادي الاهلي عمر الناس ما كانت هتبقى فاكراني، ولا عمر الناس وانا ماشي في الشارع اللي هم كانوا يشاوروا عليا او يتكلموا معايا حتى في الكوره او في اي حاجه، غير لما اكون الحمد لله اللي انا حد اتربيت في النادي الاهلي من 97 لحد 2012 وانا موجود في النادي الاهلي. فدي اسمي مرتبط باسم النادي الاهلي، فده شرف كبير ليا يعني. يعني لولا اسم النادي الاهلي اكيد ما حدش كان هيجيبني في اي برنامج او يستضيفني، غير يكون اسمي مرتبط باسم نادي كبير زي النادي الاهلي، وشرف ليا ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي. فشرف ايه اكتر ليا يعني. ايه اكتر يعني مباريات فاكرها ليك مع الاهلي؟ اكتر عارف الذكريات كده اللي لما بتفتكرها بتبقى فخور كده ومبسوط خلال مسيرك كويسه جدا، 2 دوري وكاس سوبر. الحمد يعني لله. ايه اكتر المواقف او المباريات اللي فاكرها، الاهداف؟ بص، هي المباراه اللي عمري ما هنساها عشان دي كانت البدايه يعني، كان ماتش اتحاد الشرطه. الحمد لله جبت هدفين وعملت ضربة جزاء، كسبنا 4-2 الماتش دوت. فكانت الحمد لله يعني دي من المباراة اللي أنا عمري ما أنساها عشان دي كانت البداية بتاعتي، وكان الحمد لله يعني حققت الهدفين وكسبنا، فدي كانت بدايتي يعني، عمري ما أنسى المباراة دي يعني. طب وأكتر هدف فاكره ليك مع الأهلي؟ يعني بصي، هو اول هدف ليا كان رسمي يعني مع النادي الاهلي، كان الفاول اللي انا جبته في اتحاد الشرطه. فده مش هقدر انساه بصراحه يعني. طب لو جينا نتكلم على اكتر اللعيبه اللي كانوا قريبين منك، يعني احنا كنا بنشوف لقطات كده مع كابتن سعد سمير، يعني ضحك بس. هو سعد لحد دلوقتي، سعد اخويا وحبيبي وعشره عمر، ولحد دلوقتي احنا مع بعض، وشاب وشكري وطوبه وهشام، ناس كتير قوي من صحابي لحد دلوقتي الجيل بتاعنا على طول بنتجمع وبنقف مع بعض، وفي مواقف كتير يعني بنبقى موجودين مع بعض فيها. شايف ان الجيل اللي لعب كاس العالم للشباب 2009 اتظلم بشكل او باخر؟ الظروف ما خدمتناش يا سارة يعني. الظروف احنا يعني كنا مخلصين كاس عالم، وكان كل واحد فينا في الوقت ده كنا 20 سنة، فكان كل واحد فينا بيلعب في الفريق الاول بتاعه.
يعني الحمد لله احنا كنا برضو كان كابتن حسام البدري كان بيصعدنا مع الفريق الاول، وكان كل واحد من اللعيبه اللي كانت معانا موجوده في منتخب الشباب كان كل واحد موجود في الفرقه بتاعته بيلعب، بيلعب اساسي. فلكن احنا الظروف بتاعتنا ما خدمتناش انك يحصل ثوره. بعد الثوره لو تفتكري لما رجع القصه بتاعت الاخوان والدوري اتعمل مجموعتين واتلغى، فكانت الظروف مش مساعدانا. مش مساعدانا. طيب لو اتكلمنا على كواليس رحيلك عن النادي الاهلي، احكيها لي كده، مشيت ازاي من النادي الاهلي؟ ما فيش والله، جه مستر مانويل جوزيل الولايه الثانيه، فكان ساعتها كان هو جاي، كان النادي الاهلي كان لازم، انت عارفه النادي الاهلي لما بيخش اي بطوله فبينافس على البطولات كلها طبعا. فلازم ياخد البطولات يعني. فكان جاي، فكلنا ساعتها طلعنا اعارات ورجعنا، فقال انا مش حابب الشباب يبقوا متواجدين دلوقتي، ودي وجهه نظر يعني. ف وقتها حصل حالة، وقتها معظمنا مشي يعني وقتها، بس حصل حالة احباط بقى طبعا. طبعا انت يعني ماشي من اكتر نادي كنت بتتمنى وبتحلم انك تلعب فيه. اصلي بيتي يعني، كنت اتمنى ان انا اختم حياتي في البيت بتاعي، وبس يعني الواحد زعل وتاثر فتره كبيره جدا. بس الحمد لله يعني انا موجود معاك اهو في بيتي، وشرف لي الحمد لله. شرفنا طبعا، ربنا يخليك. وتجربه الاحتراف رحت اكتر من محطه بره، بس في حاجات وفقت فيها وحاجات لا بصراحه. بس اذربيجان اذربيجان رحت، كان نادي كاراباك، كانوا بيلعبوا دوري ابطال اوروبا على طول كل سنه بيشاركوا. بس الفتره اللي انا كنت فيها كان لسه النادي ما كانش بيشارك يعني، وبس وقعدت تقريبا معاهم 6 شهور ورجعت يعني. انا حبيت ان انا ارجع، ما كنتش متخيل ان النادي هيكمل كده وهيبقى على طول متواجد في دوري ابطال اوروبا. طب ليه حبيت ترجع يعني، ليه ما فضلتش انك والله يا ساره يعني، كان فكري وقتها كنت صغير يعني، كان لسه ما عنديش الوعي الكروي اللي انا اقدر ادرس الامور بتاعتي وانا بره في الغربه لوحدي، فما كانش عندي دوت. كان عندي اللي انا لا، انا كنت في البلد بتاعتي انا راجل معروف، وزي ما قلت لك اسمه مرتبط باسم النادي الاهلي، فهروح اي نادي في مصر هنا اشتغل على نفسي وهبقى كويس. ما كنتش متخيل الموضوع بره هيبقى كده يعني. طب كان احساسك ايه لما لعبت بتيشيرت تاني قدام النادي الاهلي؟ احساس صعب طبعا، احساس صعب، بس في الاول وفي الاخر ده بيبقى يعني ده اكل عيشي، وبس يعني بيبقى احساس صعب يعني. انت بتلعبي وانت من جواكي بتشجعي النادي الاهلي وبتحبي النادي الاهلي، والحمد لله يعني الواحد يتعلم في النادي الاهلي الاخلاص، وتعلم ازاي يحترم التيشيرت اللي هو بيبقى لابسه. فالحمد لله يعني انا افتكر ان انا جبت جون في النادي ورفضت الاهلي ورفضت الاحتفال. طبعا ما ينفعش ان انا احتفل يعني، ما كانش ينفع ان انا باي وسيله من الوسائل اللي انا ممكن احتفل يعني. ده كانت مباراه الاهلي وده منهور، بس عشان نبقى قايلين للجمهور. وقلت لي انه كابتن حمدي فتحي، كان حمدي فتحي. طبعا ربنا يوفقه. كلمته ساعتها حمدي وقلت له انت مواصفاتك مواصفات النادي الاهلي، وما كانش مقتنع وقعد يضحك. بس ولما راح النادي الاهلي كلمته وباركت له وقلت له فاكر كلامي، قال لي فاكر. حلوه مواصفاتك مواصفات النادي الاهلي دي، ايه مواصفات اللاعب اللي المفروض يكون في النادي الاهلي؟ ليه وقتها قلت له كده؟ قلت له كده لاني حسيت ان حمدي فتحي لاعب متاسس وموهبه كبيره، وحرام اللي هو ما يبقاش موجود في المنظومه بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي ما فيش، انت عارفه ما فيش 1% غلط، كل حاجه متوفره لك. فالنادي الاهلي دايما بيجيب اللاعب اللي هو يجي يفيد النادي الاهلي، عشان انت بتستفاد من ورا النادي الاهلي حاجات كتير طبعا. جدا. فكان هو من المواصفات اللي هي كان لازم تبقى متواجده في النادي الاهلي. وما كانش مصدق ان هو لا، قعد يضحك وقعد يتريق عليا واحنا بنلعب بلاي ستيشن وبتاع، قال لا وصعب ومش صعب، وقلت له والله ما صعب، ان شاء الله هتروح النادي الاهلي. طب وفتره بقى اوزباكستان المفروض كنت هتحترف في اوزباكستان، ليه الموضوع وقف؟ ما فيش، انا رحت اوزبكستان، كانت الفرقه بعتالي ان انا اروح اعمل فتره معايشه، وعملت فتره معايشه وخلصنا كل التفاصيل وكل حاجه. بس جيت لما جيت انزل عشان بظبط اموري هنا في مصر بحيث ان انا ارجع تاني، ساعتها جه الموضوع بتاع كان كورونا، بس ما كانش لسه منتشر قوي كده. فكان ساعتها النادي رفض اللي هو يبقى متواجد لعيبه محترفه. مش عارف بقى كان ازمه ماليه بس انا عرفت بعدها اللي كانت الازمه في الفلوس يعني، مش في الفلوس. طب كابتن، هو في معلومه عايزه اتاكد منها، انت بعد الرحيل من الاهلي هل جالك عرض من الزمالك؟
كان في كلام في نادي الزمالك، وفعلا رفضت اللعب للزمالك. كان صعب ان انت تبقي خارجه من النادي الاهلي وتروحي نادي منافس اللي هو الزمالك، كان هيبقى صعب عليا، وكان ده كانت رغبه ابويا، يعني ما كان صعب ان انا اروح، يعني رغبه ابويا، احنا عيله اهلاويه اصلا. كنت خايف من يعني كنت خايف الجماهير تزعل منك؟ ساعتها ما كانش، كان صعب قوي يا ساره، يعني صعب انت تبقي ماشيه من النادي الاهلي ومحققه 2 دوري وواحد سوبر وانا ابني من ابناء النادي الاهلي، فكان الموضوع كان صعب قوي عليا، صعب، وكان ابويا رافض تماما، يعني ما كان الموضوع صعب مني ومن ابويا، يعني كان الموضوع صعب. يعني فكرت كده في اترددت؟ لا ما ترددتش، لا ده احنا خدنا القرار على طول. طبعا. طب ولما بتشوف دلوقتي انه حد ممكن يسيب النادي الاهلي علشان نادي منافس تاني، هو الخسران طبعا. هو الخسران، يعني ناس كتير بتجري ورا، والله انت بتضحكي، في ناس كتير جريت ورا الفلوس والفلوس مش بتحقق حاجه. لا اصل انا يعني معجبه طبعا بكلامك جدا، يعني انه وكمان قلت لي قبل الهوا، قلت لي انا اي حد يسيب النادي الاهلي يبقى خسران. يا ساره انت يعني انا بقول لك، انا لحد دلوقتي انا لما بروح اي مصلحه حكوميه عشان اسمي مرتبط باسم النادي الاهلي، الناس كلها اهلاويه، انت ما بتشوفيش الناس بتقابل الواحد ازاي. يعني اكيد انت بتتعرضي للمواقف دي. صح. يعني انت شغاله في قناه النادي الاهلي وبتشوفي لما بتروحي اي مصلحه حكوميه او اي حاجه بتخلصيها، بتشوفي الناس الاهلاويه بتقابلك. صح. ازاي بتقابلك وبتقعدك وبتستقبلك استقبال كويس قوي عشان خاطر النادي الاهلي. وانا لما بدات كلامي يا كابتن قلت لسه كابتن عفروتو في ذاكره كل واحد من جماهير النادي الاهلي بالبطولات بالذكريات الحلوه بالاهداف بمسيرتك الحقيقه مع النادي الاهلي، كل اهلاوي بيتشرف بيها وبيبقى مبسوط بيها، مبسوط بيك. اي حد دلوقتي اكيد بيشوفك في الشارع يا كابتن، ده كابتن عفروتو النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، ده زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر، ده شرف ليا كبير جدا اللي انا ابني من ابناء النادي الاهلي، وتاسست من صغري من 97 لحد 2012 وانا متواجد في النادي الاهلي، وعاصرت اجيال كتير قوي، والجيل الذهبي لعبت معاه، يعني الجيل الذهبي ده يعني من الناس اللي يعني الحمد لله شرف كبير ليا اللي انا لعبت معاهم، واي حد يتمنى اللي هو يتصور معاهم يعني طبعا. فما بالك اللي ربنا، يعني دي كانت نعمه كبيره اللي انا العب معاهم وحقق 2 دوري وحقق كاس السوبر، فكان الموضوع. لما بتبص على المسيره دي بتبقى مبسوط وفخور جدا، ولا برضو في نفس الوقت انا كنت عايز اكتر من كده؟ لا طبعا كنت عايز اكتر من كده، بس بحمد ربنا يعني الحمد لله اللي انا ما خرجتش بره النادي الاهلي من غير بطوله. لا طبعًا. الحمد لله خرجت ب2 دوري وواحد سوبر، فاكيد ان شاء الله لما عيالي يكبروا وابني يونس يكبر باذن الله واشوفه لعيب كبير ويكمل مسيرتي باذن الله، اكيد هقول له، هو هيبقى فخور بابوه طبعا طبعا اللي هو حقق جوه النادي الاهلي البطولات دي. ربنا يحفظه لك يا رب، ويبقى من احسن اللعيبه طبعا يا رب في مصر، ونشوف محترف كبير كمان بره في الدوري الانجليزي. لا انا عايزه في الاهلي ان شاء الله. خلاص في الاهلي، في الاهلي حياته في الاهلي باذنك يا رب. ربنا يحفظه لك يا رب وتشوفه في احسن مكان. انت كنت بتقول لي على رايك في فريق الاهلي دلوقتي وموسيماني وقد ايه انه مبسوط والبصمات وضحت، ومبسوط من اختيار، اول كلمه قلتها لي قلت لي اختيار مجلس اداره النادي الاهلي موسيماني في الوقت ده ما كانش فيه احسن من كده. يا سارة زي ما اتكلمنا قبل الهوا قلت لك، لو هنشكر نشكر الإدارة بتاعة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب، إن في التوقيت دوت يجيب مدرب عنده خبرات كبيرة قوي في أفريقيا وعنده دراية كبيرة جدا بالنادي الأهلي وبالوداد لما كنا قابلناه في قبل النهائي، فلا نشكر الإدارة طبعا اللي عندها وعي كروي كمان، اللي هي تقدر تختار مدير فني يقدر يفيد النادي الاهلي في المرحله دي. اكيد اكيد كل الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي، لانه فعلا كانت مرحله حاسمه ومرحله مهمه. فنيات بقى موسيماني وكلام اكتر عن الفريق دلوقتي تحت قياده موسيماني بالشكل ده هيبقى بعد الفاصل الكابتن عفروتو، وبعد الفاصل كلام كتير قوي عن النادي الاهلي تحت قياده موسيماني. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني طبعا كابتن عفروتو. يا كابتن كنا بنتكلم بقى على البصمات الفنيه لموسيماني اللي ظهرت بدري جدا من اول مباراه ليه مع الفريق في الدوري وقبل افريقيا، وكنت بتقولي انك معجب جدا بحاله الفريق دلوقتي تحت قياده موسيماني. بصراحه يعني من المدربين اللي هي دخلت النادي الاهلي بسرعه جدا في القلوب بتاع كل اهلاوي،
ويعني انا لاحظت في طريقه اللعب بتاعه اللي هو التمركز بتاع اللعيبه كلهم قريبين من بعض، مديهم الثقه. يعني كل لاعب في الشق الهجومي انت بتلاقي يا ساره اللي ممكن التمركز بيبقى ممكن حسين الشحات بيبقى بيبتدي ناحيه اليمين وفجاه تلاقيه ناحيه الشمال، مديهم حريه الاختيار في الشق الهجومي دوت. ف لا بجد يعني مدي كل اللعيبه الثقه وباين اول بصمات بتاعته على الفريق، وباين يعني لو تفتكر كده ساره من شخصيه المدير الفني لما الاهلي كان بيلعب بيراميدز وقفشه ضيع ضربه جزاء، فجه في المؤتمر الصحفي شوف الراجل بيتكلم، ميسي بيضيع، مارادونا بيضيع، الراجل يعني اداله ثقه. ونتيجه الثقه ديت شوفي في مباراه الوداد بعدها بكام يوم، شوفي النتيجه الايجابيه الباور اللي المدير الفني بيديه للاعب بتاعه، الحاله الايجابيه اللي كان قفشه فيها. فانت تشكري مدير فني زي دوت اللي هو بيتعامل نفسيا كويس مع اللعيبه، قدر ازاي اللي هو يدافع عن قفشه، وقدر ازاي يطلع يحفز قفشه ويخليه بالشكل اللي هو باين. يعني ده من الشوط الثاني نفسه يا كابتن، يعني هو ضيع ضربه الجزاء دي في نهايه الشوط الاول، الشوط الثاني قفشه كان عامل ماتش حلو جدا. ما انا بقول لك دي نتيجه مدير فني عنده شخصيه، عنده شخصيه قويه، ده مش ضعف، ده شخصيه قويه. وخلى اللاعب في المباراه قبل النهائي في الذهاب قصاد الوداد في المغرب يبان بالشكل دوت، هو المدير الفني. في مدير فني يديكي طاقه ايجابيه وواحد تاني يديكي طاقه سلبيه. قد ايه الحته النفسيه دي بتفرق مع اللاعب؟ يعني لما انت اصلي بص يا ساره، يعني هو اللاعب لازم تتعاملي معاه نفسيا قبل ما تتعاملي معاه بدنيا او خططيا. معانا على الشاشه ايه؟ كمل يا كابتن. فانت لازم تتعاملي نفسيا كويس قوي مع المدير الفني، يعني مع اللاعب، انا اسف، يعني المدير الفني لو ما تعاملش مع اللاعب نفسيا كويس عمره ما ياخد منه اللي هو عايزه داخل الملعب. الناس فعلا كلها كانت بتتكلم على فكره قفشه، وانه بعد ضياع ضربه الجزاء وانه يطلع يقول في المؤتمر الصحفي انا قلت له انه كل اللعيبه الكبار بيضيعوا وده عادي جدا، وانه انا كان نفسي ان هو يسجل هدف في الشوط الثاني علشان هو نفسيا يبقى مرتاح اكتر. صح. الناس كلها كانت بتتكلم على التصريح ده وانه قد ايه عارف يتعامل كويس قوي ونفسيا كويس جدا مع اللعيبه. كمان كان في حاجه ثانيه الناس كلها كانت واخده بالها منه، حافظ اسماء اللعيبه يا كابتن، يعني كهربا وقفشه ومعلول كانه معاهم بقاله كتير. زي ما قلت لك في الاول الاختيار بتاع المدير الفني، شوفي لاعب النادي الاهلي في اخر كام سنه كام مره، وشوفي لاعب الوداد كام مره، فاكيد عنده درايه كافيه قوي باللعيبه بتاعت النادي الاهلي وعارف كويس قوي اللي هو جاي اكبر نادي في افريقيا، فلازم يبقى عارف الاسامي ولازم يبقى عارف اللي هو جاي في نادي ما بيقبلش غير البطولات، ولازم يبقى هو الراجل عنده ثقه في نفسه، وده اللي عاجبني فيه. عاجبني فيه ومدي الثقه دي وناقلها للعيبه بتاعته. يعني انت بتشوفي قبل النهائي بتشوفي حسين الشحات وبتشوفي قفشه، بتشوف كل واحد بلغه الكوره يعني بيديله كوبري، بيشمسه، بيلعب براحته، يعني دي ثقه. ايه رايك في جون حسين الشحات في مباراه الاياب؟ منه لله حسين الشحات بصراحه. مأجر ملعب لوحده. الحمد لله بصراحة، الراجل بيدوروا عليه في المدرجات مش لاقيين اللي وقعوا ده يعني. لا كان فعلا جون حلو جدا، ممتع. جون حلو قوي 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 بجد، يعني أنا من أحسن الأجوان اللي شفتها السنة دي بصراحة. لا جون ممكن نقول برضو من أحسن الأجوان في تاريخ دوري أبطال أفريقيا. أه بالظبط يعني. لا حسين الشحات بصراحة مفتري بصراحة. مين اللعيبة اللي شايف إن هي تطورت بشكل ملحوظ تحت قيادة موسيماني؟ حتى لو التطور ده ما ممكن اللاعب الموهبة طبعا عنده، كل لعيبة النادي الأهلي كواليتي وجودة كبيرة جدا، ولكن فعلا ممكن الحتة النفسية دي أو مدرب يعرف يتعامل معاك بشكل أفضل، يعرف يوظفك فنيا أحسن، فده يبان أكتر. منهم مثلا ديانج، مثلا كهربا، حسين الشحات باين بشكل كويس الفتره اللي فاتت ولسه حسين الشحات جاي. انت كنت شايف مين اللعيبه، مين اللي التطور على المستوى الفردي شفته بطريقه كبيره تحت قياده موسيماني؟ انا اول اتنين لاحظت اللي هو اتعامل معاهم نفسيا كويس وبان قوي من ادائهم كان مروان ومحمد هاني. كان باين اول الراجل يعني لا العبوا براحتكم، لا انتوا من
العناصر الأساسية في الفريق. فلا كان باين قوي يا سارة اللي هو الراجل شغال نفسيا كويس مع اللعيبة، وبان من أداء مروان محسن وبان من طريقة محمد هاني. يعني انت محمد هاني كان الأول مثلا ممكن يهاجم كل فين وفين، لا دلوقتي انت الهجمة بتبقى شغالة ناحية علي معلول، وتلاقي الراجل واقف على اللاين مان بيقول له لا روح، موسوماني بيقول له لا روح كمل كمل ما تخافش، أنا في حاجات بلاحظها فيه. لا يعني كلاعب كوره الفتره اللي عدى بيها مروان من انتقادات وان هو يرجع بالشكل ده ويثبت قد ايه هو يستحق مكانه المهاجم الاول في النادي الاهلي، قد ايه صعبه كلاعب كوره انت يعني ايه لاعب كوره يتعرض لانتقادات بالشكل ده ويقدر ان هو يفوق ويكمل تاني؟ بتبقى صعبه قد ايه عليكم؟ بتبقى صعبه طبعا، وبيبقى موضوع حساس جدا على اللاعب، ما بيبقاش حد عايش مع اللاعب الا هو، يعني هو اللي بيبقى عايش مع نفسه، ما حدش بيبقى واقف جنبه، ما حدش بيقدر يواسيه، ما حدش بيقدر يخرجه من اللي هو فيه. وخصوصا انت عارفه بقى كل واحد قاعد ماسك التليفون بتاعه، فبيديكي طاقه سلبيه طاقه سلبيه، فغصب عنك بتتابع يا كابتن يعني اغلب لعيبه الكوره بتتابع التعليقات والكلام اللي بيتقال عليه؟ بيتابع طبعا، ولما بيحصل انه بتشوف انتقادات مش كويسه اصل احنا بشر غصب بين عنك تبقى عايز تعرف بيتقال عليك يعني ايه، الواحد هيحبط يعني اكيد. فالناس على طول بتديكي طاقه سلبيه، فيجي مدير فني يخرجك ويديكي طاقه ايجابيه ويخليكي تفيدي نفسك وتفيدي الفريق والنادي اللي انت متواجده فيه، فاكيد تتحسب لموسيماني بصراحه. بالنسبه لك مين مدير فني كان شبه موسيماني في الحته النفسيه دي، اتعامل معاك بشكل كويس وكنت مرتاحه جدا؟ بص هو يعني من المدربين كتير قوي، بس من الناس اللي هي اتعاملت معاهم في دمنهور كان دكتور احمد عاشور، كان من الناس اللي هي بتتعامل معايا نفسيا كويس. كابتن محمد عمر يعني مع حفظ الالقاب، مدربين كتير قوي مش عايز انسى حد عشان ما حدش. طب ومين العكس؟ العكس لا في ايه؟ في يعني في ناس خلتني احبط، يعني خلتني اللي اديتني طاقه سلبيه لدرجه اللي انا كنت في وقت من الاوقات كنت بفكر ان انا لا مش عايز العب كوره يعني بسبب الاشخاص دي. كان التعامل ازاي يا كابتن؟ يعني ايه اللي وصل حد موهبه كبيره ان هو يبقى مش عايز يلعب كوره؟ تعامل قاسي قوي، تعامل تلاقي المدير الفني حتى لو انت عامله حاجه كويسه او جايبه هدف تلاقيه بيكلمك بطريقه مش كويسه، تلاقيه بيتعامل معاكي باحباط شديد، بينقلك بدل ما هو يقف جنبي وبدل ما يقول لي لا، بدل ما انت جبت جون النهارده تجيب جون الماتش الجاي وخليك مستمر. لا في ناس كانت زي ما في مدربين بتديكي طاقة إيجابية زي ما في برضك مدربين بتديكي طاقة سلبية، بس أنا الحمد لله اتشرفت اتعاملت مع مدربين كتير الحمد لله من ضمنهم ادوني الطاقة الإيجابية يعني الحمد لله. بس دايما انت في المواقف الصعبة دايما بتفتكري مين اللي هو ما وقفش معاكي بالشكل اللي انت كنت منتظراه يعني. فكان يعني بس كان معظمهم قليل، يعني اللي اداني طاقة سلبية كان معظمهم مدربين قليلين يعني مش ناس كتير. أجانب؟ لا الأجانب، لا الأجانب الحمد لله بشتغل معهم كويس يعني ما يمكن كان في كم مدير فني مصري كده وتعاملت بشكل مش كويس معهم، يعني هم اللي اتعاملوا معايا بشكل مش كويس. طب لو روحنا لتجربة عمان يعني تفتكرها بإيه؟ شايفها كانت ناجحة؟ شايفها إزاي؟ كانت ناجحه، وكنت يعني الفتره دي كنت واقف على رجلي بدنيا كويس لان كنت بلعب كل المباريات، والمباريات هناك التدخل عنيف عن مصر شويه، ممكن احنا امهر بس اللياقه البدنيه عندهم هم بيخشوا اقوى يعني. فكنت استفدت من التجربه اللي احنا فيها هناك في عمان، وكان نفسي اكمل يعني كان نفسي اكمل، بس للاسف يعني حصلت ظروف كده ما كملتش يعني كنت رايح اعاره من الانتاج الحربي ورجعت. لعبت لكذا فريق وفي كذا مكان مش بس في مصر، ولبست تيشيرتس انديه كتير، ويبقى تيشيرت النادي الاهلي مختلف وهو طبعا الاول في قلبك واكتر حاجه بتفتخر بيها. شايف الاهلي كمؤسسه ايه بيميزه عن كل المؤسسات التانيه او الانديه التانيه اللي لعبت لها؟ بص حاجات كتير يعني عشان الناس بتزعل مني لما بطلع اتكلم وبتاع، انا برضو محسوب على النادي الاهلي لاني انا ابن من ابناء النادي الاهلي، فما مش بحب الناس تقول لك عشان هو ابن النادي الاهلي فبيطلع يتكلم عن، لا القصه غير كده خالص، النادي الاهلي في حته تانية. يعني النادي الاهلي يا ساره وصلنا لمرحله ما فيهوش غلط،
انت وصلت لمرحله انت ما فيش غلط في النادي الاهلي، انت بتجيبي اللاعب البروفيشنال اللي يقدر يفيد النادي الاهلي او بتجيبي الاعلام الكويس اللي يقدر يفيد قنوات النادي الاهلي. وصلت لمرحله الحمد لله اللي ما فيش غلط. صح، ما فيش اللي انت بقى مستنيه بقى نعمل انترفيو مع حد عشان نشوف هنختبره في ايه وفي مجال ايه، لا انت بتجيبي الحد الكويس في المكان الكويس. فعشان كده النادي الاهلي تلاقيه هو يعني بعيد عن الانديه خالص هو اللي مستمر. تفضل نلعب مين في النهائي، الرجاء ولا الزمالك فنيا؟ بصي ايا كان انا اهم حاجه فريقي يعني الحمد لله انا مطمن دلوقتي انا كمشجع اهلاوي. لا انا مطمن الحمد لله، بس يا رب نفضل على نفس السيستم اللي احنا ماشيين بيه والمستوى اللي احنا فيه دوت. مش هتفرق معايا كتير هنلعب مين، اكيد هنكسب لو احنا بالمستوى ده هنكسب اي حد، فمش فارقه معايا. اتمنى طبعا الاهلي والزمالك يبقوا في النهائي وان شاء الله احنا نكسب. انت يعني كنت بتقولي انك واثق قوي بعد ما موسيماني مسك انه ايا كان اللي هيلعبوا في النهائي. انا بقولك اصل المشكله فيا انا بدل ما انا كويس وعندي ثقه بالفرقه بتاعتي خلاص انا هلاعب زمالك هلاعب رجاء، فدي مش فارقه معايا، انا فارقه معايا الحاله الفنيه بتاعت الفرقه بتاعتي. هو ده اللي انا اقدر بقى. حاجه بناكد عليها يا كابتن برضو ان احنا ما فيش احتفالات، احنا لسه ما خدناش بطوله احنا، وده المدير بس الفني بس بس ما انا اسف اللي انا بقاطعك، بس عندنا ثقه بالفرقه بتاعتنا طبعا. في فرق اللي طبعا. احنا بنحتفل اللي احنا خدنا البطوله وفي فرق اصلا انا متواجد في انا قلت لك انا من منطقه شعبيه ففي فرق انا بشوف في الشارع يعني بشوف ردود الافعال والناس بتتكلم معايا ازاي. في فرق اللي احنا لا احنا مش بنحتفل اللي احنا خدنا البطولة خلاص، لا احنا بنحتفل باحتفال اللي هو زي ما بنقول هو ده النادي الاهلي، هي دي فرقة النادي الاهلي، هي دي الثقة اللي الفرقة نقلتها للجمهور في الشارع، فهو ده احتفالنا بالفرقة. اكيد اكيد، وكلنا ثقة انه لعبتنا والجهاز الفني كلهم باذن الله هنشوف ماتش رائع في النهائي ايا كان الطرف الثاني، وباذن الله تكون بقى اتسع علينا ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. ونورتني وبشكرك جدا انك كنت موجود معايا يا كابتن. انا سعيد يا ساره اللي انا معاكي ودايما بالتوفيق ومتالقه كده انت واستاذ احمد، فبتمنى لك التوفيق يا رب وان شاء الله نيجي هنا ونبارك باذن الله باذن الله ونحتفل أكيد. باذن الله بالبطوله ان شاء الله اكيد تكون معانا قريب نحتفل باذن الله بالتسعة بدوري ابطال افريقيا. بشكرك جدا انك كنت معايا وبشكر حضراتكم على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.